adore you. You're gonna stay in our hearts forever and ever and ever. مساءكم واهلا وسهلا بكم اينما كنتم. سامي قصوي حيكم من اذاعه صوت الجاليه من ديترويت. هذه الاذاعه حره مستقله جريئه تراثيه ثقافيه اجتماعيه بعيده عن العنصريه والطائفيه. من اعداد وتقديم انا اخوكم سامي قصوي والمخرج الاستاذ جورج عربو معكم على الهواء مباشره كل يوم جمعه من الساعه 11 مساء والى منتصف الليل. نرحب في ارائكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية وما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، هذه إذاعة صوت الجالية وأنا أخوكم سامي قسطو. اليوم يصادف 9 من الشهر 6 لسنة 2017. قبل أن نبدأ بالصلاة عندي ضيوف أعزاء. طبعا الإذاعة اليوم منورة ومباركة. الأخ العزيز المبشر كريم، الأخ كريم،
طبعا أبونا الفاضل حنا سلاقة غني عن التعريف، والأستاذ الكبير المخرج جورج عربو. هذه الصلاة لتكن في الضيقات. تعبت يا رب من مضايقة نفسي، أنا في حاجة شديدة إليك. نعم يا رب يسوع، أنا محتاج إليك جدا في هذه الأيام. أرجو منك أن تفتح بصيرتي لكي أنظر إلى الحق والنور. أرجو منك يا رب أن تساعدني وتبعد عني كل خطيئة. أخطائي كثرت، همومي كذلك كثرت، حتى طار مني النوم فتذكرت أيام الفرح والسهر معك، فحزنت نفسي. أتضرع إليك يا رب، اجعل حبك يسكن في قلبي بغنى وبفرح دائم. حزنت نفسي كثيرا جدا من إهمال الجميع لي، كن أنت يا رب صديقي، انظر إلي وأسرع يا رب لمعونتي بضيقي، لتكن مشيئتك يا رب في كل حين. آمين. عزيزي المستمع الكريم، في هذه الأيام زاد التزوير، قل الضمير، لكن ابن الأصل يبقى أصيل. كل شيء تغير، لكن هل الرب تغير؟ وهل سوف يتغير؟ طبعا لا وألف لا، لكن البشر يتغير حسب إيمانه، حسب التجارب التي مر بها، والبيئة التي يعيش فيها. عندما تتغير من حال إلى حال هناك سيكون تغيير، وإذا تغيرت من مكان إلى مكان هناك تغيير. وأبسط مثال هو نحن المغتربين. هل أستطيع أن نقول نحن مهاجرين؟ يمكن نعم للبعض. المهم تغيرنا. هل التغيير من سيء إلى أسوأ؟ هذا إذا أنت تعتبر أن في بلدنا كان سيئات. وهل تغيرنا من سيء إلى أحسن؟ هذا إذا تعتبر أن بلاد الاستقرار هذه علمتنا كيف نكون أحرار. وهذا كذلك حسب كل من يوصف ما هي الحرية أو ما معنى الحرية. في اعتقادي الحرية هي احترام آراء الكل واحترام القوانين. الحرية ليست أن أنت حر في الكلام الغير جيد أو الأعمال التي تتعدى بها على حقوق الآخرين والقانون. أينما تذهب وأينما تستقر، أنت يا غريب مستحيل أن تكون مثلهم. نحن الشرقيين نتأقلم بسرعة، لا حبا في البلد الذي استقرنا فيه، لكن حبا للمظاهر، حبا للمال، وحبا للتسابق فيما بيننا. عندنا طرق عديدة في سبيل أن نكون مميزين، وأهم شيء هو التعب والتفكير والإرهاق الذي لا نشعر به إلا بعد سنين طويلة. نحن نفكر لنا ولأولادنا وإلى أحفادنا، لكن الغربي لا يفكر إلا بنفسه. هل نحن على خطأ؟ وهل هم على صح؟
في هذا الزمن الذي الابن لا يعلم من هو أبوه هم على صح، لكن الابن الذي يتربى باحترام الوالدين هنا الأب يرتاح عندما يكبرون هؤلاء الأولاد، لكن مهما يكون لا يفكرون كما فكروا آباءنا وأجدادنا أو نحن جيل الخمسينيات الذي أعتبره جيل الكفاح، لأننا الوحيدين الذي عشنا جيلين أو زمنين، وهو زمن التعب والشقاء والفقر، وزمن الرفاة والكسل والعلم والتكنولوجيا. لأن الذي عمره 50 وأكثر عاش نصف حياته تلك الحياة الجميلة، والنصف الآخر من حياته هو عاشها كما نرى أمام أعيننا اليوم، الهم والغم والتفكير، لأن بالرغم من كل شيء متوفر لكن هذا الزمن مرير، لأن مطالب العيش أصبحت كثيرة. اسمعوا قصة هذا العراقي، رجل عراقي سافر من تلكيف إلى بغداد، تغير قليلا. في سنة 1990 حصل على فيزا زيارة إلى أمريكا، إلى بلاد الخلاص. هذا الرجل استلمنا، احترمنا، قدرنا، ما خلينا عليه قصور، لأنه وصل في أيام الخير، أهله، زوجته، أولاده هناك في العراق، لأن هو إجا زيارة كم يوم ويرجع. لكن حصل الذي حصل يوم احتلال الكويت، أو من الأفضل أن أقول تحرير الكويت. ووصلنا أول خبر أن كل مواليد لهذا الشخص أخذوهم احتياط. هذا الرجل يقول كان أحسن إلى لو مات، أهلهنا أبد ما قصروا، لكن هو يوميا يذهب إلى المطار حتى يسافر من أمريكا إلى العراق. لسوء الحظ كما قال كان لا صديق يمنع، وهكذا عدة مرات يجلس في المطار ويبكي، يبكي على أولاده، يبكي على زوجته، يبكي على أهله، يبكي على وطنه، يبكي على أشغاله وأصدقائه، ويقول أنا هنا وهم هناك، كيف كنت هناك، وتعال شوف حالي هنا. مهما كانت أحواله واحترامه وتقديره، لكن هو ترى حزين، كئيب، منحول، تعبان. حاولوا أهله هنا وأصدقاء أن يوفروا له كل شيء، فلوس كثيرة، شغل، سيارة، كل شيء متوفر، ومع هذا يوميا هو في المطار ليغادر إلى بغداد الحبيبة. لكن هذا لم يكن من نصيبه. خافوا الأهل والأصدقاء كثيرا على هذا الرجل المسكين الحزين. وبعد مرور السنين القليلة على هذه الحال، الرب أرسل له، أنا أسميه أخ أو صديق، وأحسن اسم أقول الرب أرسل إلى ملاك. جالسين في النادي قال له الرجل يا صديقي أنت على طول حزين. قال هذه هي قصتي يا عزيزي، وقال إذا طول الأيام على هذه الحال سوف، وما قدر يكمل وقام
وراح إلى الحمام لأنه لم يستطع أن يسيطر على دموعه. وفي بكاء حزين قال لهذا الرجل: يجب أن يكون لك إيمان. الحزن لا يفيد، البكاء ولا عمر وصلنا إلى نتيجة. وقال له: تعال عندي إلى المكتب غدا. اليوم نام وارتاح وباشر تعال عندي. جاوب الرجل وقال: أشكرك يا صديقي، لكن أنا تعبت من المكاتب ومن المحامين ومن الدجالين ومن الحيالين، هل معقولة ماكو ضمير؟ وأنا تعبت من أهلي وأصدقائي يصرفون آلاف وآلاف، وما بقى ولا شخص في الجالية ما حاول واخذ آلاف وكل شيء ما سوى. عبالك كلهم متفقين نفس الكلام، يقولون يا معود بسيطة، ويقولون أني جبت فلان. المهم جاوب الرجل وقال: أنا لست محامي ولا أعلم أي شيء عن هذه الأشياء، لكن مع هذا تعال عندي إلى المكتب غدا. جاوب: الله كريم. في ذلك اليوم الرجل الصديق خسر الكونكان، لم يستطع أن يلعب، تغلبت عليه الأحزان. ثاني يوم ينتظر وينتظر الرجل في المكتب ولا حدا بين. خبر صديق وقال له: عندي هكذا شخص سافر من العراق، فيزا زيارة، وأهله وزوجته هناك، هو هنا. وشرح لها كل شيء، القصة كلها حسب ما سمعها. جاوب الصديق وقال: نحن يجب أن نتصرف. خابروا، قالوا: لا نريد اسمك واسم العائلة واسم الأولاد والعنوان. جاوب الشخص المهاجر وقال: لا تضيعون وقتكم، أنا راجع اليوم، راجع باكر، راجع بعد باكر، راجع إذا باقي، راجع إذا أموت، أنا راجع، وكتبت وصية لأنني راح أموت عن قريب. الوصية هي: من أموت هنا أن يدفنوني في العراق، وأنا على علم أن أنتم ما راح تسووها، ولا حدا سوف يدزني للعراق إلى مقابر العراق، لكن أرجوكم أرجوكم خذوا ملابسي، وزعوها، بنطرون إلى زوجتي، قميص لابني الكبير، القابوط لبنتي، والأولاد الصغار كل واحد منهم واحد انطوه جواريب، ولابني الصغير انطوه رباط، عندي رباط أسود ألبسه في التعازي. وآخر شيء قال: عندي صليب هذا من العراق ولازم يرجع إلى العراق، هذا اعطوه إلى كنيسة تلكيف. وسد التليفون. الرجل صاحب الأعمال بكى وللرب اشتكى وقال: يا رب اعطني قوة، اعطني ذكاء، اعطني فكرة يا رب، خطية هذا راح يموت إذا ما يشوف أهله، زوجته، أولاده، وطنه. وقال: يا رب لو خليه يرجع، لكن لا يا رب، هذا فرار ورا سجن وعذاب. وقال: يا رب هذا أحسب علي لأنه أخ وصديق، طبعا هذا الرجال دي يحكي ويا نفسه، وأنا من اليوم الذي شفته بعد لا أستطيع أن أشتغل، أرجوك يا رب ساعدني حتى أساعده. ونزلت الدموع من عينيه. أعزائي المستمعين، اسحبوا نفس عميق، هذا أنا دا أحكي مجرد كلام، لكن كيف الحال لهذا الرجل الذي يريد أن يرجع إلى أهله وما يقدر،
وكيف حال هذا الرجل الذي هو ابتلى مجرد لسماع القصة. وهذا الرجل لا يروح من باله. قلت اسحب نفس عميق وقول ماذا حصل في ذلك اليوم. أعزائي المستمعين، اللي حصل ذلك اليوم بعد أن سد التليفون دخل إلى المكتب رجل صديق، سلم وبدأ يتمازح كالعادة وقال الرجل صاحب المكتب، قال الرجل لصاحب المكتب هايش بيك منو مات؟ وهكذا حكى له القصة. ضحك الصديق الزائر وقال هاي بسيطة، أنا عندي الحل. هذا الرجل ما عنده كلمة جديات، كل حكي تسمعه هو مزح مثل ما تقول بائع مخلص. لكن أصر وقال توكل على الرب، أنا سوف أجيب له زوجته وأولاده بطريقة قانونية وطريقة أكيدة. جاوب الرجل وقال قلت أنت ما عندك الله بصدرك، أنت ولا يوم سويت شيء عدل، وخاصة تجي عندي اليوم وتحكي شاطي باطي، روح اطلع روح للشيخانة وأني من أخلص أجي. روح قل له الزهير ابن عم حبيب البشاع وقمة جارك كبه تك حبل. هذا أصر وقال مو وقت الشيخانة، شيخانة ما راح تضيع. وهكذا أعزائي، الذي يغرق بأي يتشلب بأي قطعة من الخشب حتى لو كانت صغيرة، هذا الرجل مشى في المعاملة وبدون علم أخونا الحزين المسكين، لكن أهلنا يعرفون. المشكلة لازم نخليه تحت المراقبة لأنه مصر أن يسافر أن يرجع إلى بغداد، وهنا المعاملة تمشي ولا نستطيع أن نقول له لأنه لا يصدق، ونحن لا نستطيع أن ننطي الأمان لأن هاي أمريكا كل خمس دقائق قانون يتغير وقانون جديد، ومن هو الرجال أن يوقف بوجهه ويقول له أنت رفضوك. المهم أعزائي المستمعين، الذي أمام غلاس ماء بليز اشرب، والذي أمام استكان شاي لوبيك بليز اشرب عوافي، والذي أمام مزة ليش وقفت أكل، لأن الحفلة التي أقيمت في ديترويت عند وصول زوجته وأولاده كلهم بنفس المعاملة بنفس الطيارة، وكم كانت فرحة الأهل والأصدقاء في لم الشمل لهذا الحزين المسكين الذي في المطار ما مصدق، لأنه هو على أساس وافقنا أن يروح لبغداد أن يرجع إلى بغداد، وجوده في المطار هو أن يرجع إلى بغداد مهما كانت الأمور. وفي مطار ديترويت همزين مصر سكتة قلبية، ما صدق إلا أن شاف برغل وحبية، هو عبالة أنه في الحلم. نظر إلى الأصدقاء الذين معه في المطار وقال عيوني ما أعرف إيش بيها، شفت زوجتي وأولادي يؤشرون لي هنا. وقال أنت دا تشوف. وهكذا أعزائي، أسعد لحظة في حياة الجميع الرب أفرجها. خذوا نفس آخر، القصة ما انتهت. هذا الصديق إيش راح يسوون بي أصدقائه؟ طبعا كلام جميل، لأن هذا مش شايف زوجته لسنين. أنا قلت عيب، هاي إذاعة مو على الهواء، هاي إذاعة محترمة. مر السنين وسنين، الأمور جاءت عدلة، بصراحة يستاهل. وفي يوم ما الأصدقاء جالسين كذلك في النادي، قال لا صديق بليز أريدك أن تجاوب وأعلم أن أنت لا تكذب،
طبعا الكلام موجه إلى هذا الرجل الذي قبل سنين وصلت عائلته من العراق. قال للصديق: هسا إذا دخلوا علينا FBI وقالوا أنت لازم ترجع إلى العراق، إيش راح تسوي؟ أخذ حسرة وقال: يا ريت لو العراق كان ذلك العراق. جاوب الصديق وقال: أنا دا أسألك اليوم، إذا أخذوك وخلوك في الطيارة يرسلوك لبغداد، إيش راح تسوي؟ قال: مع الأسف أن جوابي يكون أن أنا لو يجون 100 واحد من FBI وخلوني في الطيارة لأسافر إلى العراق، لكن في الطيارة سوف أتذكر الماضي وأبكي على الحاضر، أبكي على العراق، على الوطن، ولا أتحمل، وسوف أنهزم من الطيارة وأنزل من الباب الموجود في مؤخرة الطيارة، أي معنى أصعد من الباب الأمامي وأنزل من الباب الخلفي في مطار ديترويت، وحتى إذا ما أقدرت وأخذوني إلى بغداد أقول لهم: قبل أن تنزل الطيارة أرجوكم، وهذول أمريكان كلهم شعور وإحساس، أقول لهم: أرجوكم أرجوكم قبل أن أنزل إلى بغداد أريد منكم دقيقة، دقيقة من السماء، سماء العراق، أن أرى بغداد وأنتم ترونها معي، وأنظروا من الشباك وشوف السويت ببغداد. نظروا الجميع من الشباك وشافوا الخراب والدمار والدخان والنار والشهداء، هذا الشعب المحتار، الزبالة في الشوارع، الدماء في كل مكان، المدارس، الجامعات، المستشفيات. وبدا هو يبكي وهم بكوا وقالوا: آسفين، بعد أن شافوا الكنائس والمهاجرين قالوا: آسفين، لا نستطيع أن نرميك هنا، لأن هذا مستحيل أن يكون العراق، مستحيل أن يكون العراق. ومن ذلك اليوم ولحد اليوم يقول العراق مغدور، ويقول: قصة العراق مثل قصتي، غادرت العراق فرحان لمجرد زيارة كم يوم، لكن الزمن غدار، وبعون الرب وبعون الأهل والأصدقاء بأعجوبة حصل لي لم الشمل، وهذا حصل بالتعارف على شخص ذو ذمة وضمير الذي أخذ على عاتق المسؤولية. وهكذا العراق بعون الرب أن يأتي من هو مؤهل وقدير أن يرجع العراق إلى منصبه في صفوف الدول، ولا نريد أن يكون في المرتبة السادسة في الجيش والقوة، لكن نريد أن يكون في الأمان والسلام والاحترام وحرية الكلام والأديان، وأن ترجع أيام زمان. ولي لكم جزيل الاحترام يا إخوان. وين يا ناس الحب راح؟ لماذا يا ناس أصبح الزمن جراح؟ لماذا يا ناس لا يوجد بشر في هذه الدنيا اليوم مرتاح؟ إيش وقت يا ناس هذا الهم ينزاح؟ لماذا يا ناس الكل يغرس أسنانه مثل التمساح؟ لكن مع كل هذا يا ناس لنشكر الرب يسوع الذي علمنا السماح. أعزائي المستمعين، معنا الضيف العزيز الأستاذ المبشر كريم. أستاذ كريم، أهلا وسهلا. أهلا بك. نورت الإذاعة. أهلا بك أخ سام، الرب يباركك. سعيد أكون معك في البرنامج مالتك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. أشكرك. طبعا الأستاذ كريم غني عن التعريف، وعنده برامج
أسبوعي على الراديو وكذلك على التلفزيون. وطبعا المجال مفتوح إذا أي واحد عنده سؤال أو استفسار. طبعا عندي 3 أسئلة تقريبا نسألها مرة واحدة حتى يكون عندك مجال تجاوب براحتك. السؤال الأول يقول: بعد أن عرفت الرب يسوع، ما هو الشيء الجديد الذي تغير عندك؟ نعم. السؤال الثاني: ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها أو توضحها في هذا اليوم؟ والسؤال الأخير: ما هي الأشياء التي تريد أن نعرفها عن الخدمة لأبناء الجالية؟ لأن حسب معلوماتي هناك مشروع جديد. آمين. أنت والمؤمنين بعض الأخوة طبعا مشكورين، مشروع مهم جدا. آمين. ولخدمة الجالية. آمين. تفضل أستاذ كريم. شكرا أخ سام، اليوم الجلسة حلوة بحضور أبونا حنا سلاقة، ونشكر الرب من أجله، والأخ سام قسطة والأخ جورج عربو، الرب يبارككم جميعا. أنه اللي يجي يأتي إلى المسيح يصبح خليقة جديدة كما مكتوب في الكتاب المقدس، في المسيح خليقة جديدة، الأشياء القديمة قد مضت، هو ذا كله صار جديدا. بالمسيح يتغير الإنسان بعد ما يقبل المسيح ربا ومخلصا وسيدا على قلبه، ويسكن فيه روح الله روح القدس، ويتعامل الروح معه من خلال سكينة الروح القدس، ويكون هو جسد هيكل لروح الله، والله يسكن فيه، وتعاملاته وطرقه ومحبته للآخرين كلها تتغير على صورة الله وعلى روح الله وعلى فكر الله. أمين. بالنسبة للتغيير، التغيير يحدث أنه الناس تعرف هذا التغيير حدث عندك من خلال تعاملاتك، من خلال تصرفاتك مع الآخرين، يقولون هذا الشيء حدث عند هذا الشخص، كان في حالة وأصبح في حالة أخرى. شنو هذا اللي حدث؟ حدث أنه تغير قبل المسيح، روح القدس عمل في داخله وغيره إلى تلك الصورة، عينها صورة الرب يسوع المسيح له كل المجد. السؤال الثاني حب أوضح لك إياه لو تعيد لي إياه، لأن الثاني لو الثالث الثاني ما هي الرسالة، نعم، التي تريد أن توصلها عبر الإذاعة اليوم؟ نعم، الرسالة هي لكل الناس اللي يسمعوننا ويسمعون هذا البرنامج، ويسمعون برنامج أبونا حنا سلاقة، ويسمعون برنامجي، أنه نحن المسيحيين المؤمنين نحب كل الناس، ما عندنا أي مشكلة مع الناس، كل الناس على كل الأشكال وكل العقائد وكل الاعتبارات، لكن أكو نقطة مهمة جدا، لا تجبرني أنه أقتنع بالعقيدة التي أنت تؤمن بها. أكو حدود، أنا عقيدتي مؤمن بها، أدعو الناس إلها، فعلى هذا الأساس أنه أنت أكو حدود، تنتهي حريتي عند حدودك وتنتهي حريتك عند حدودي. فعلى هذا الأساس اليوم نريد ننطي رسالة. بعض التشويشات صارت على مثلا أنه الأخ كريم يتحدث أو يتجاوز على القرآن في برامجه أو على الرسول، رسول الإسلام، بس أحب أوضح أنه إلى كل المسلمين، إلى أهلي وناسي وحبايبي وقرايبي وكل الناس المسلمين، أنا أحبكم، أنا ما عندي شيء، لكن أنا كنت عايش في وهم، وهذا الوهم الذي يعني كنت عايش فيه فترة زمنية طويلة، واكتشفت أكو أخطاء، واكتشفت أنه هذه العقيدة لها يعني لها مساوئها ونتائجها اللي نشوفها يوميا، يعني احنا نتائج هذه العقيدة. فمشكلتي مع العقيدة ولا مع المسلمين، مشكلتي مع العقيدة الإسلامية وليس مع المسلمين. المسلمين أبرياء، ناس بسطاء، ناس طيبين، لكن المشكلة مع هذه العقيدة اللي من خلالها ومن خلال كل من يلتزم بها ويتمسك بها وتفرض عليه الفرائض اللي في هذا العقيدة، أن يكون إنسان آخر وإنسان مؤذي للآخرين. لكن أنا أدعو الناس أنه يجون للمسيح، وأدعوهم لأن أنا عرفت المسيح وقرأت الكتاب المقدس، وجدت في الكتاب المقدس الأشياء اللي هي تبني وتعطيني أنه كيف أحب الناس بلا رياء،
وخل أشارككم بآية من الكتاب المقدس أو آيتين أو ثلاثة حسب الرب يعطينا. الكتاب المقدس يقول المحبة فلتكن بلا رياء. المحبة فلتكن بلا رياء. كونوا كارهين الشر ملتصقين بالخير. وأدينوا بعضكم بعضا بالمحبة الأخوية، يعني استمرارية المحبة الأخوية. مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. هذا الكتاب المقدس يعرفنا شلون أنه نبني ونتعامل مع الآخرين ونقدم الكرامة لكل واحد ذو كرامة، نقدم له كرامة. يقول غير متكاسلين في الاجتهاد، حارين في الروح، عابدين الرب. هذا ما يوصينا به الكتاب المقدس. على وعلى ضوء هذا التوجيهات، توجيهات الكتاب المقدس، توجيهات كلمة الله، توجيهات الكنيسة اللي احنا نتربى بها من خلال آبائنا ومن خلال قساننا، فينطونا رسالة انه كيف نحب ولا نجازي الشر بالشر. يقول لا تجازوا احدا عن شر بشر، معتنين بامور حسنة قدام جميع الناس. هذا الكتاب المقدس دائما ينطينا التربية الصحيحة والبناء الصحيح. اما اخسام سؤالك الاخير انه الخدمه مشروع. الرجاليه نعم. مشروع الخدمه في اخوه يعني ارتضوا، الرب ثقل على قلوبهم بعض المجموعه من الاخوه انه يعملون مركز المحبه العمليه. مركز المحبه العمليه نحن نتحدث مثلا بالراديو بالتلفزيون نتحدث عن المحبه، لكن المحبه تريد تطبيق على ارض الواقع. التطبيق انه احنا نقدم محبه كمؤمنين بالمسيح، كمسيحيين نقدم محبه بدون مقابل، بدون اي تعويضات من شخص. نقدم لان هكذا وصانا الرب يسوع المسيح، نحب ونقدم ونعطي بسخاء ولا نعير اي شخص حينما نعطي. ارتأت هذه المجموعه، مجموعه المؤمنين، ان يعملون مركز للخدمه. هو عنوانه على مايل وجانار، مركز المحبة العملية. فهؤلاء الأخوة يقدموا درس لتعليم اللغة الإنجليزية للرفجي اللي يجون، الناس اللي جايين جدد، ونقدم لهم المعلومات ويعني تعبئة الابليكيشنات اللي هم يحتاجوها. أكو ناس مختصين عندنا يساعدونهم بالولفير، الميديكير، الرسائل، الترجمة، كل هذه الأشياء اللي يحتاجها الرفجي اللي يجي جديد اللي مغمض ما يعرف كل شيء. فإحنا هذا مركز المحبة العملية نقوم بإضافة إلى خدمات أخرى للفينيتشر اللي الناس اللي تحتاج تجي تسجل في هذا المركز، وإحنا حسب يعني علاقاتنا مع الآخرين نتصل وتتوفر هذه الأشياء البيتية. وبعدين عندنا كل شهر اجتماع لأحد المختصين، مثلا يكون دكتور نفسي، دكتور بدني، محامي هجرة، وندعو الناس انه يجون يعني ياخذون معلومات من هذا الندوة. وهذا هي خدمة للرب بدون مقابل. شكرا جزيلا. طبعا المشروع مشروع كلش جميل وبحاجة، خاصة اللي يجون جدد هم بحاجة، لأن بصراحة حسب ما نسمع أنك هناك هواي استغلال. أكو هواي ناس دي يجون دي يروحون إلى مكاتب، هذه المكاتب ممولة من قبل الحكومة. هذولا شي يسوون؟ يقولون حق الأوراق، حق المعاملة، حق فلاشي. أتصور المفروض أنه كل شيء يكون بلاش. لأن هم يأخذون رواتب، ويأخذون يعني رواتب من الحكومة، هم موظفين. سو إن شاء الله هذا المشروع ينجح، والجالية بحاجة إلى هكذا مشاريع، وخاصة الجدد والمحتاجين. طبعا أشكرك شكرا جزيلا، ربي يباركك، وإن شاء الله الكل راح يساهمون. أشكرك على مجيئك الإذاعة. شكرا جزيلا أخ سام، وفرصة حلوة أنه نلتقي بك وبالأخوة المستمعين. شكرا جزيلا، شكرا، ربي يبارك لك. شكرا جزيلا. مساعدة الفقراء. عزيزي المستمع الكريم، الإنسان مخير، يستطيع أن يعمل كثير من الأشياء في إرادته، والبشر يقوم بكثير من الأشياء وهو يعلم إنها غير جيدة. أنت تمشي في شارع مستقيم، وصلت إلى مكان
بحيث على اليمين يوجد كنيسة كبيرة جميلة وفيها ناس يصلون، ومقابلها يوجد حفلة دق ورقص وشرب وعربدة. إذا خيروك أن تدخل إلى واحدة منهم فقط، فسوف تتردد في الدخول إلى الكنيسة وستركض إلى الحفلة. وإذا خيروك أن تزور الاثنين، فسوف تدخل إلى الكنيسة أولا وتصلي بسرعة مثل مسجل عاطل، وفي الصلاة آذانك عند الحفلة وتنظر إلى الوراء حتى تتأكد أن الحفلة بعد ما انتهت، وهكذا على طول نعتذر. أما مساعدة الفقراء هذه ثقيلة على مسامعنا، لأن منه يستطيع أن يقدم غذاء ودواء ومسكن لكل هذه الفقراء؟ وتعتذر وتقول هناك من يساعد وبسخاء. أنا هذا كم دولار إلى أي فقير أعطيه؟ هاي إذا مو أنت سويت نفسك فقير وتريد حدا ينطيك. كل الأشياء جيدة يرادلها شجاعة، لأن إذا صليت يقولون هايش وقت صرت قديس، وإذا رحت للكنيسة يقولون أنت شوكت صرت قس. لكن الذي يصرف بدون وعي ويؤذي نفسه وأهله هذا صار شيء اعتيادي. لنركز على مساعدة الفقراء. الفقراء هم أخوة للمسيح. يسوع موجود أمامنا 24 ساعة. متى نذكر اسمه؟ نذكر اسمه في حالة الحاجة إليه. يسرع في وقت نسرع في وقت أن خسرنا شيء ونطلب من يسوع أن يرجع إلنا. زين، إذا نحن لا ننظر بوجه أخو الفقير فكيف تريد أن يسوع يجاوب في نفس اللحظة؟ هل هو قادر؟ طبعا وبدون أي شك. وقال اطرقوا يفتح لكم. أنت الذي تجمع المال انظر إلى طيور السماء، لا شغل ولا عمل ولا ذكاء ولا الفقير. تليفون يقول أنت وين وإحنا وين؟ وقال أنا فقير، أنا بحاجة إلى من ينطيني. قلت له أنت طلبت من الرب وهو رفض، أنت حاولت أن تساعد فقير، يمكن لكن أنا دخلي محدود. قلت شوف عزيزي، باكيت سجاير ملازم، قوطية باب ملازم، غذاء في المطعم ليوم واحد ملازم، هاي غير الكازينو والنوادي والتبذير غير اعتيادي. قال لي هذا الصديق شلون أوفر حتى أساعد الفقراء؟ أنا قلت هو عنده ستور. قلت يوم واحد من بدل أن تفتح الساعة 9 الصبح افتح الساعة 7 أو 7:30 وأخذ وارد هذه الساعة 7:30 وأرسلها إلى الفقراء. عجبت الفكرة. ثاني يوم نصب الساعة وهو متحمس لجمع كم دولار في هذه الساعة حتى يرسلها للفقراء. ثاني يوم من الصبح عدل وبدل وخابرني وقال صلي حتى في هذه الساعة أن يكون الشغل زين، لأن هذه الساعة وساعة ونص من ساعة 7 إلى 8 ستكون للفقراء. وقال حذر نفسك، أنا وأنت سوف نوزعهم أو نشتري أشياء لهم أي للفقراء. شغل السيارة، رسم علامة الصليب على وجهه وعلى السيارة وحرك وبدأ يصلي ويسوق. من 17 مايل دا يسوق إلى ماونت، شغل الإشارة وراح إلى اليمين. اشتهى قهوة في الطريق لكن قال لا، بهاي كم دقيقة أكيد يدخل كم زبون، لأن هذول فقراء وبحاجة، وبعدين هاي 5 دقائق دا أصلي. صديقة سلم عليه في ترافيك لايت مال 16 مايل، نزل الجام وقال أنا اليوم راح أفتح ساعة من وقت،
هذه الساعة هي هدية للفقراء. ومشى إلى أن وصل إلى 13 مايل، وإذا الترافيك واقف دقيقة دقيقتين، ماكو، الشارع مسدود كليا. صاح إلى يسوع وقال: ربي يسوع، أرجوك أفرجها، لأن راح أفتح ساعة أو ساعة ونص من وقت، وهذا كلها إلك لإخوتك. ربي يسوع، لازم تفتح الطريق، هذول فقراء. طبعا يسوع ما جاوب، خابر إلي وقال: شوف أخي سامي، أني نظرت ساعة ساعة ونص للفقراء من الستور، لكن شو أسوي؟ الطريق مسدود، وهاي ساعة أنا في الطريق. قلت: حاول منا. قال: ما بيها مجال، الطريق مسدود وماكو تفتيح اليوم ساعة من وقت. عبرت الساعة 8 وبعدها في الطريق والستور معزل، وصار الساعة 9. حينها قال: أنا نظرت هذه الساعة ساعتين، لكن مع الأسف ما وصلت إلى الستور، الطريق مسدود. وبعد ساعة وخمسة واربعين دقيقة فتح الطريق. هذا صديقي حزين، لأن الستور بعد معزل وهو يريد أن يساعد الفقراء، لكن قال: مع الأسف. الكل حزن كثيرا، لكن وصل أخونا إلى الستور الساعة 10، وتفاجأ أن الستور مفتوح. خاف، لكن شاف سيارة ابنه أمام الستور. دخل إلى الستور وإذا ابنه يبتسم. قال: لا الأب، متى فتحت وليش؟ قال: أنا فتحت الساعة 6، لأنني نمت هنا قريب عند صديقي، وكان الوقت متأخر، نمت هنا وفتحت الستور ساعة 6 والشغل كل الزين. عزيزي المستمع، هذا الرجل الذي أراد أن يفتح ساعة متقدم، الرب رسم خطة جميلة أن ابنه هو الذي يفتح، وساعة قبل الموعد المحدد. حينها قال: أشكر الرب. وأخذ الدخل لهذه الساعتين وعطاها إلى أصحاب منظمة، وهكذا اشترى الرب كل شيء للفقراء الذين انتظروا دخل مال ساعة، والرب أعطاهم أكثر من ساعتين. ولعلمكم، هذا الولد ابن صاحب الستور، هذه أول مرة في حياته فتح الستور. ذهبت طفلة صغيرة إلى بيت صديقتها لتلعب معها. قالت لها صديقتها: لا تصدري ضجيجا ولا صوتا عاليا كي لا يستيقظ أبي من النوم. فأجابت الطفلة الصغيرة اليتيمة: يا ليتنا أن نلعب أمام قبر. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم.
سامي قصوي حيكم من إذاعة صوت الجالية من ديترويت. هذه الإذاعة حرة مستقلة جريئة تراثية ثقافية اجتماعية بعيدة عن العنصرية والطائفية. من إعداد وتقديم أنا أخوكم سامي قسطو والمخرج الأستاذ جورج عربو، معكم على الهواء مباشرة كل يوم جمعة من الساعة 11 مساء وإلى منتصف الليل. نرحب في آرائكم وانتقاداتكم. إذاعة صوت الجالية في خدمة الجالية وما يخص الجالية في مجال الثقافة والتراث العربي والكلداني. شاركونا في هذه الساعة التي تنقلنا إلى أرض الوطن، أرض آبائنا وأجدادنا، الأرض الطيبة التي قضينا فيها طفولتنا وشبابنا، الوطن الذي يميزنا في عاداتنا وتقاليدنا وحبنا لبعضنا واشتياقنا لهذا الوطن الجريح. ابقوا معنا. أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، هذه إذاعة صوت الجالية وأنا أخوكم سامي قسطو. اليوم يصادف 9 من الشهر 6 لسنة 2017. قبل أن نبدأ بالصلاة عندي ضيوف أعزاء. طبعا الإذاعة اليوم منورة ومباركة. الأخ العزيز المبشر كريم، الأخ كريم طبعا أبونا الفاضل حنا سلاقة غاني عن التعريف، والأستاذ الكبير المخرج جورج عربو. هذه الصلاة لتكن في الضيقات. تعبت يا رب من مضايقة نفسي، أنا في حاجة شديدة إليك. نعم يا رب يسوع، أنا محتاج إليك جدا في هذه الأيام. أرجو منك أن تفتح بصيرتي لكي أنظر إلى الحق والنور. أرجو منك يا رب أن تساعدني وتبعد عني كل خطيئة. أخطائي كثرت، همومي كذلك كثرت،
حتى طار مني النوم، فتذكرت أيام الفرح والسهر معك، فحزنت نفسي أتضرع إليك يا رب، اجعل حبك يسكن في قلبي بغنى وبفرح دائم. حزنت نفسي كثيرا جدا من إهمال الجميع لي، كن أنت يا رب صديقي، انظر إلي وأسرع يا رب لمعونتي بضيقي، لتكن مشيئتك يا رب في كل حين، آمين. عزيزي المستمع الكريم، في هذه الأيام زاد التزوير، قل الضمير، لكن ابن الأصل يبقى أصيل. كل شيء تغير، لكن هل الرب تغير؟ وهل سوف يتغير؟ طبعا لا وألف لا، لكن البشر يتغير حسب إيمانه، حسب التجارب التي مر بها والبيئة التي يعيش فيها. عندما تتغير من حال إلى حال هناك سيكون تغيير، وإذا تغيرت من مكان إلى مكان هناك تغيير. وأبسط مثال هو نحن المغتربين، هل أستطيع أن نقول نحن مهاجرين؟ يمكن نعم للبعض. المهم تغيرنا، هل التغيير من سيء إلى أسوأ؟ هذا إذا أنت تعتبر أن في بلدنا كان سيئات. وهل تغيرنا من سيء إلى أحسن؟ هذا إذا تعتبر أن بلادنا. وعلى الفيس بعنوان سام قسطو، وأي مستمع يريد أن يحصل نسخة من أي برامج لهذه الإذاعة موجودة عند الأخ رامي من إيليد ميجا ستور، الواقع على الميل 15 وتكوندر، وتليفون الأخ رامي هو 248-583-5511. وهذا المكان هو مركز لكل نشاطات الإذاعة، فإذا عندكم أي مشاركة أو مداخلة أو أي موضوع نحن في خدمتكم. وأقدم شكري إلى المخرج الأستاذ جورج عربو والمهندس الصغير دلن عربو. والآن تستطيعون أن تسمعوا أحلى وأطيب كلام من الكتاب المقدس من إذاعة ينبوع الحياة والأب الفاضل حنا سلاقة، ونطلب منه ملء البركة. وأملي أن ألتقي بكم في الجمعة المقبلة إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم سامي قسطو، تصبحون على ألف خير والرب معكم دوما، آمين.